شحم ولحم. لو انت الدنيا كانت ضلمه هو ناري، هو نفس الطول ونفس العرض ونفس الهيئة. هو يا بيه، هو يا بيه، هو هو انت. انا طلعت من وسط الف مهما تفكرت. هو يا بيه، هو انت شفتني قبل كده. اكيد انت غلطان، اكيد غلطانين يا سعادة البيه. حرام عليكم، انا عمري ما شفت حد منكم. وانت مش قلت ان الدنيا عتمة؟ طب شفتني ازاي؟ شفتني ازاي يا سعادة البيه؟ انا راجل غلبان، مش ممكن يكون مجرم يا سعادة البيه. مين كان معاك في سرقة البنك؟ ما حدش، لاني ما سرقتوش من اصله. ومخرج السينما قتلته ليه؟ انا لا عمري قتلت ولا اعرف اقتل. وممثلة الاعلانات ما اعرفهاش. واظن هتقول ما قتلتش جواهرجي بتاع مدينة نصر. يا بيه انا اخاف اتبع فرخه. امال ايه اللي حصل بالظبط؟ ما حصلش حاجه من اصله، لان انا مش المجرم اللي بدور عليه. يا سعاده البيه، انا زكي محمد الطيب، محاسب هيئه النقل العام. طول النهار في شغلي وسط الناس، حتى اسالوا زمايلي، وبعد الشغل بروح على البيت طوالي. لا بزور حد ولا حد بيزورني، ولا ليا اصحاب. لا حتى اجازتي بقضيها لوحدي بعيد عن الناس على شط ترعه. والصناره برميها من غير طعم عشان ما يتعلقش فيها سمكة تتعب لي أعصابي وهي طالعة من المية بتعافر الموت. مش أنا الراجل اللي بتدور عليه يا سعادة البيه. مش ممكن أبدا يكون ده الوحش. طب والشهود اللي اتعرفوا عليه يا فندم؟ ممكن يكونوا غلطانين، اتفضل. وممكن كمان يا فندم يكونوا صادقين. بس انا عندي احساس كده ان في حاجه غلط. طب والعمل يا فندم؟ كملوا دحين معاه، وكملوا تحرياتكم عنه، وافرجوا عن مراته اذا ما سالتش عليها حاجه. حاضر يا فندم. لا يا فندم، كله لسه في التوضيب. يا فندم الصفحه الاولى؟ لا الصفحه الاولى خلاص يا فندم اتفضلت. حاضر يا فندم، هنزل الخبر في الصفحه الاولى مع تحقيق كامل جوه جورنان. لا يا فندم تحت امرك. الصفحه الاولى فيها ايه غير الاخبار الرئيسيه والمقال بتاعي؟ صوره في برواز لماتش الاهلي والزمالك، حريق مخازن السكه الحديد، سيول النواريه، تعويضات ضحايا العباره سالم اكسبريس، خبر عن اعتصام المودعين بشركه توظيف اموال. يتغير توظيف الصفحه ويشال كل ده وينزل مكانه صورة المجرم اللي اسمه الوحش، وينزل المقال اللي مكتوب عنه في صفحتين، وتبعت صحف ومصور عشان يغطي الموضوع لحظة بلحظة. حاضر. بالنسبة للتنفيذ على مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن هناك أنه قد تم القبض على المتهم المعروف باسم الوحش، والذي يدعى زكي محمد الطيب، ويعمل شوت أبويا إيه؟ شوت أبويا إيه؟ شوت أبويا إيه؟ شوت أبويا إيه؟ شوت ابويا. القبض على الوحش اخطر مجرمي القرن العشرين. معقوله زكي هو الوحش ده؟ ولا زمان العجايب دي حاجه تطير المخ يا سعادة البيه. انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ان حياتنا كانت على كف عفريت. يعني لو كنا قرصنا عليه شويه كان يا رحمن يا رحيم علينا. الحمد لله ربنا سترها معانا. بس اللي هيجنني ليه سكت علينا ده كله؟ ده ابن لئيمة. تلئيمة كانش عايز يكشف نفسه. تفتكر هيعدي منها؟ يعدي ده ولا في الاحلام يا سعادة البيه؟ ده بالقليل هيعدموه خمس ست مرات. طب ومستني ايه يا بني ادم؟ يلا بينا. على فين يا بيه؟ نكمل اللي بدأناه. يا ما كنتش اعرف ان الواد زكي ذوقه حلو في الحريم كده. دي البنت زي لهطه القشطه. هي لهطه قشطه بعقل. ابوس ايدك يا بيه، ابوس ايدك. اروح فين انا وابني؟ بيتي مفتوح لك يا جميل. ندل جبان كلكم اندال. ابعد يا ابن المجنون انت. ابني ابني ابني.
طيب خلاص. ايه ده؟ ايه الحكايه؟ قول مين وعايزين ايه؟ هي فين؟ هي مين؟ مرات الوحش. قولي لي يا مدام، بقالكم كام سنه متجوزين؟ كان بيحبك؟ كان بيكرهك؟ قولي لي يا مدام، كان بيعامل ابنه ازاي؟ كان بيضربه؟ كان بيحبه؟ قولي لي يا مدام، لما كنتي بتكلميه كان بيرد عليكي ولا كان بيكره؟ قولي لي يا مدام، كان بيعملكوا ازاي في البيت؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ لا. كان بيحب يلبس ايه؟ كان بيحب يلبس ايه؟ كان بيحب يلبس ايه؟ وبعدين في الورطه اللي ورطتها لنا دي ورطه ايه؟ مرات اخوك الوقت قربزنا هي وابنها. يا اخي اللي عندك دم يعني ارميها في الشارع هي وابنها؟ لا طبعا، افرضي بقى اخوك يخلوا فيها تأبيده تاخد لنا فيها هي كمان تثبيته، يا روحي ما بعدك روح شوفي لها تصريفه، حكايه اخوك لسه هتطول. والى داخل السجن انتقلت عدسات البرنامج لنلتقي بالرجل الذي اصبح حديث الناس في كل شارع وفي كل بيت، المتهم الذي يواجه العدالة الآن، والذي أطلقت عليه عدة أسماء من بينها الوحش وسبع الليل. تقول لي شعورك إيه دلوقتي بعد ما اتقبض عليك؟ زي ما حضرتك شايفة، زي ما حضرتك شايفة. يمين بالله أنا لا مجرم ولا قتل قتلة زي ما بيقولوا عليا. أنا واحد زي كتير من الغلابة اللي عايشين في البلد. يقولوا لي انا غلطت في ايه؟ انا من يومين بس طلبت نقلي من الخط ده مخصوص عشان خاطر هو. حصل يا حضره الناظر؟ حصل. طب ليه يا اخ عبده طلبت تتنقل من الخط اللي كان شغال عليه زكي؟ ليه؟ من غير ليه؟ الله يرحمك يا دكتور عبد الوهاب، لا مؤاخذه في الكلمه ست هانم، انا كان قلبي حاسس بيه قوي، اصل بعيد عنك عينيه دي كانت كلها شر، بيكره كل الناس، بس انا مؤاخذه في الكلمه برضه ما يخلش عليا الاشكال دي ابدا ولا مسكنته، ده مجرم حويط، اساليني انا، مؤاخذه في الكلمه، الحمد لله الحمد لله ان ربنا كشف ستره. ايه رايك يا زكي؟ انا غلبان من بيتي لشغلي ومن شغل لبيتي، وبقول يا حيطه داريني. جايز انا غلطان وانا مش داري. لو مش مصدقني بلاش اسالوا عني كل اللي يعرفوني. وانا من خوفي منه رفعت عليه قضيه اخله، ده جيرانه كلهم سابوا البيت وهجوا من عمايله، ده مجرم قتال قتله، والمصيبه ما كانش يبان عليه كده ابدا، ده كان بلوى مسيح. وانت يا اخ ابو شنب قول لي ايه الحكايه الغريبه اللي بيقولوا انها حصلت لك معاه؟ اولا مساء الخير، واحنا بنشكر التلفزيون يعني انه مهتم بينا يعني واخد باله مننا، والحمد لله است سهير. يعني انا اقول لحضرتك ايه اللي حصل بالظبط. انا واقف كده لبيا والعليا، وبعدين في بق سجاره ومعيش كبريت، لقيته معدي عليا، قلت له تسمح تولع لي. عارف عمل ايه است سهير؟ عمل ايه؟ أم بصص لي بعينيه كده وعينيه بتطب شرار، وأم مركز بعينيه على طرف السيجارة، قامت مولعة من غير كبريت. وغلاوتك عندها ست سوير يا فندم. أنا لا حضرت يوم اجتماع ولا اشتركت في حزب ولا عمري اتكلمت في السياسة ولا بقرا جرايد. طب اهدى بس. أنا حتى ما عنديش بطاقة انتخابية، والكورة ما بشجعهاش عشان ما حدش يزعل مني. صدقوني أنا كملت عدد مش الوحش. انت هتفضل تبرم شنباتك كده وتبصلي؟ هتجنني يا بنت، البنت دي هتغير برج من نافوخي، اصلها بيضة وحلوة وده الصنف اللي بحبه. ومستني ايه؟ ما ترحمني وترحم نفسك وتروح تلاقيه. فكرة يعني هيجي منها؟ ده يجي منها في اللي هي فيه ده قوي. واحدة نية ومكسورة الجناح، لا سند ولا راجل يحميها. صح. وما تنساش انك خيال قديم. صح. هتسلك انا على ما انت تسلك امورك معايا. برضه صح، خليتك بعافية. لا خليلك انت العافية هتنفعك. صح عفيدة. ما تريحي نفسك عليا، وملعونة بالشغل على اصحابه. ولا طيب يسكت امتى يا معلم؟ ان شاء الله ما خلص.
وده اسمه ايه ده بقى ان شاء الله؟ محبة وشرف، وانت عارفة معزتك عندي قد ايه. يا ابوك ليه متعبينك يا معلم؟ انا مش فايقالك. ما انت اللي جبال نفسك يا بنت الحلال، اللي زيك وفي جمالك وفي حلاوتك، ملوش البهدلة دي. ده الشهد يتقطع ويتربي تحت رجليكي، اللي زي القشطة. يا قشطة انت، ايدك قطع ايدك يا راجل جعان ما تخفيشيش. صحيح هو يا راجل يكون عقلك وزة وقال لك ان دي وحدانية ويجي منها؟ لا وحياة امك، ده انا بيت راجل، ده انا جيت كشك ومالكش دي عندي. اتفخت عليك راجل. لا 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 لا، اتجننت ولا ايه يا بنت؟ اتجننت وحياة امك لو عليك الجنان اللي اتكلم. الحقوني الحقوني الحقوني. لا مش كده،